يا طيور الطايرة. استغفر الله، هذا شلون بيه؟ عجيبة يسرى يروح منه، يريد يسمع الطيور الطايرة، هو ما يدري نص العراقيين صارت طيور طايرة. يعني شلون؟ عمي الأعداء حاولوا يفرقون هذا الشعب، هذا شيعي وهذا سني وهذا عربي وهذا كردي وهذا مسيحي، بس البصرة ظلت متماسكة بأهلها الطيبين. عمي هاي من يمتى اكو بالعراق هيجي أشياء؟ أنا عمري ما عرفت جماعتي من يا دين يا مذهب، بيوتنا كانت مفتوحة لكل الجوارين. حرامات 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 يا أهلنا بصير بكم هذا الشيء. We have
من جور السلاطين وحصار طول سنين وحروب اخذت شباب اشكت نساء اشكت وحرقت نيرانها ربوع الوطن وحرقت نيرانها ربوع الوطن. Yeah.
Thank you.
وانت بكيفك بعدين تبقى تروح. شوفوا ليدي، هذا البلد للجميع، بلد كل العراقيين، ومثل ما علينا واجبات انه حقوق، وكل مواطن ياخذ حقه، اللي يعجبه اهلا وسهلا، واللي ما يعجبه يشوف لغير ولايه، وما عندنا يسرى ويمنى، كل هذا الشعب واحد مثل ما هو الوطن واحد. وانت يا تومان ابن هذا الشعب، ابن البصرة، ابن العراق. زين، وكوكب حمزة يرجع، وكل كواكب الوطن المسافرة ترجع. سلام عليكم. وعليكم السلام.